أولا من باب من لا يشكر الله، من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر هؤلاء الرجال اللي تحت هذه الفرصة. أول حاجة أنا شخصي الضعيف عبد الجبار حمد علي رضوان، الكيفية دي بتاعت أخواننا ديل ما عندي فيها أي مشكلة. الدقين والجلابية والموضوع ده موضوع سنة، يعني كلكم عارفينه، إلا زول داير يتناساو ده ما فيه مشكلة. لكن الحقيقة المشكلة القاعدة تواجه العنوان ده الأسلوب. الأسلوب أنا متأكد تماما إذا كان في زول إنه مقتنع تماما إنه في دين، في إسلام، في إله، في شريعة، في رسل، لما نجي يقولوا ليه بنفس الأسلوب اللي جات به الدعوة ما بيرفض الموضوع ده، إلا يكون هو ذاته منكر للشريعة. وإذا كان منكر ذاته ممكن بأسلوب تجيبه. لكن الشيء المفقود في الدعوة الأسلوب. أنا داير أعرف هل الدعوة دي هي عندها أسلوب ولا ما عندها؟ وإذا كان عندها أسلوب، والله على مستوى الجامعات والله الأسلوب ده ما مطبق. معليش في الجوامع وكده معليش، لكن في الجامعات الأسلوب ده ما مطبق. إذا كان من الطلاب، إذا كان من أي جهة تانية، إذا طبق الأسلوب ده أنا متأكد الدعوة دي بتمشي. بس أسلوب الدعوة بتمشي مع منو؟ بتمشي للزول المقتنع إنه في دين، في رسل. الما مقتنع ده قد يقتنع، ما له قد يقتنع. لكن الدعوة دي دايرة أسلوب، أي زول داير يتكلم في الدعوة دي رجاء الأسلوب ثم الأسلوب. الدعوة دي ما بتمشي بدون أسلوب أصلا. والأسلوب على مستوى الجامعات الشغال هنا ده ما بودي له دعوة لقدام، لأنه كالعادة يا طلاب ما تجحدوا. أي زول هنا يجي يدعي لنا الله واحد ورسول، نعم كلام ده حاصل، جابه قرآن وجاد به رسول، لكن ما بالأسلوب الجبي يا أخي. على مستوى أي زول داير يجي هنا يوصلنا معلومة، أول من يجي كطلاب يوم المحل المظلة دي يومي قاعدة تشتغل، لكن المستفيد منه ما في زول مستفيد، والله ما في زول مستفيد. ناس قاعدة ساي، وأصلا ما في زول عاطل. المفروض ذاته ما تقعد، مفروض لما يكون في موضوع زي ده في ورق هنا خدتينه لك الصباح في الهناية ده ما تقعد، لأنه الناس ما قاعدة تستفيد. يا أخي أي زول بيجي الصوفي فلان الفلاني صفته صفته بيطلع، ما بيديك نتيجة ولا بيديك حل. الموضوع كده بيجي أخو من بقية الأحزاب فلان الفلاني كده كده، ما بيديك الواقع ده ويديك حله. بيجي مثلا من أخواننا تانين دار عزاتي في التوحيد، يا أخي تعال قول لي يلا قال والرسول قال عشان نقتدي. أنت ما تجي تمسك لي الحزب الفلاني كده والصوفي الفلاني كده. أدني أول حاجة علمني إنه أنا كيف بس أدعي، كيف ذاتي أمسك في العروة دي كيف، بعد ذاك تعال الدين ده. لكن أنت بتجي هنا عندك ساعتين ولا ثلاثة تشتم لي الأحزاب وتشتم لي الطوائف أنا أعرف كيف؟ أنا داير أعرف، داير لي حاجة عشان أعرف بها. أنا إذا كان عرفت إنه الطريق الحاجات دي براي بتخلى عنها. لكن أنا كون أجي عندي ساعتين أجي أشتم بها الأحزاب وأشتم بها الطوائف معناها ما استفدت أحد. وشاكر ومقدر لكم وبارك الله فيكم. طيب الأخ المداخل يتكلم في بداية كلامه أثنى على الدعوة خيرا، ودي حاجة طيبة كونه يقول هذه الدعوة دعوة التوحيد والسنة، وباللفظ ذكره بنفس اللفظ قال الدقن والتقصير وإلى آخره الأشياء دي من الدين وما ينكر إلا جاحد، صح ولا ما صح؟ لكن قال مشكلته شنو؟ الأسلوب. بعد ذاك لما يتكلم في الأسلوب قال هل الإسلام ده وهل الدعوة ده عندها أسلوب معين ولا ما عندها أسلوب؟ دي نقطة، النقطة الأولى ذكرها. النقطة الثانية ناقش موضوع الرد على الطوائف والأحزاب الأخرى. أنا داير ألخص لك كلامه في نقطتين وده جوهر النقاش. النقطة الأولى يا جماعة الدعوة عندها أسلوب، الدعوة دي عندها أسلوب، وعشان تفهم أسلوب الدعوة قال تعالى في القرآن في سورة يونس الآية 108 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية دي يا جماعة العلماء أخذوا منها كما في كتاب القول المفيد لابن عثيمين رحمه الله تعالى أن البصيرة على ثلاثة أقسام. ما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة دي ثلاثة أقسام. واحد البصيرة بما تدعو إليه،
أنا داير أدعو الناس يصلوا، لازم يكون عندي بصيرة بالصلاة، وإلا أنا لو جاهل بالصلاة كيف أقول للناس صلوا وأنا ما عارف ذاته؟ فالشي اللي بدعو له ده يكون عندي علم به. واحد داير أتكلم في التوحيد يكون عندي علم بالتوحيد، داير أتكلم في أحكام الزواج يكون عندي علم بأحكام الزواج. ده النوع الأول من البصيرة. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. اثنين، البصيرة بالوسيلة التي تبلغ بها الدعوة. في ناس بتديهم كتب بيقروها، في ناس بيسمعوا تسجيلات بيستفيدوا، في ناس إلى آخره، في وسائل بتبلغات دعوة. ثلاثة، وده الكلام حول هذا الأمر، البصيرة بحال المدعو، وده اللي بيودينا للأسلوب. البصيرة بحال المدعو، المدعو ده جماعة واحد من أربعة. أنا لو داير أبلغ دعوة المدعو ده واحد من أربعة، يا زول جاهل بالدين، جاهل ومقبل على الدين، زول جاهل ومقبل على الدين، يعني هو داير الدين لكن جاهل به، ده أنا طوالي بدي المعلومة كذا، وقال تعالى كذا، والمسألة كذا، وقال رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم، وعلموا الدين، ده الجاهل ده الأول. أنا بديك الدليل على الأربع أقسام. اثنين، زول جاهل وليس بمقبل، وإنما هو شنو؟ مدبر. الأول ده ما جاهل ودائر الدين، جاي يتعلم، ده طوالي تدي المعلومة. زي السي زول سألك قال لك يا أخي المسألة الفلانية، طوالي تديه الجواب وتديه الدليل عليه وخلاص، هو استفاد وتقدمت الخير. النوع الثاني زول جاهل ومدبر ما مقبل، ده أول شيء توعظه تذكروا بالله وبالآخرة وبأهمية الدين. لما نقبل على الدين تقوم تدي المعلومة، توصل إلى المرحلة الأولى دي تقوم تدي المعلومة. ثلاثة، زول عنده شبه، عنده باطل قايله حق، عنده شبه ودائر الحق، هو متلبس بباطل لكن دائر الحق، يعني نيته طيبة وظهره ده بيدل لك على انه الزول ده دائر الحق، فده هنا بتجادله بالتي هي احسن بالراحة كده، يا فلاني انت قلت كذا الباطل الفلاني، يا اخي الصح كذا، لا قال لك ما الصح كذا، تقول لي يا اخي الصح كذا دليلي كذا والى اخره، وتجادله بالتي هي احسن بالراحة بالتي هي احسن. القسم الرابع، وده دائما بيجوا الناس بيعترضونا بانه الاسلوب وما الاسلوب، ده الزول اللي عنده باطل ومعاند مصر على الباطل، بل وينشر الباطل بين الناس وتدي الحق والدليل ما بيقبل، ده ما بتناقشه بالتي هي احسن، ده بالتي هي اخشن. تعرف التي هي اخشن؟ تناقشه بالتي ده تردمه لانه ده ضد السنه. طيب الدليل على الأربع أقسام دي شنو؟ قال ابن عثيمين في موضع آخر قال الدليل آيتان من كتاب الله، الأولى هي قوله تعالى في سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك بشنو؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة اديه طوالي الحق، الموعظة لأنه مدبر توعظه ويجي للحق، جادلهم بالتي هي أحسن لأنهم دارين شنو؟ الحق وعندهم شبه. قال الدليل الثاني وده في سورة العنكبوت، وده دليل على القسم الرابع، ده المعاند، ده بتجادله بالتي هي أخشن. قال الدليل قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، بعد ذكر التي هي أحسن بعد ذاك استثنى قال إلا الذين ظلموا منهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما خاصة بأهل الكتاب، فهمت المسألة؟ شكي رب العزة والجلال قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، دل تزلون تزلون، الزول الدار الحق ده تحترمه، ما هو جاء مقبل على الحق ده تحترمه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
وتحسن له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخره. فدي المسألة. طيب فالأسلوب ده أنت بتحدد الناس اللي بتخاطبهم. وبعدين الكلام ده سمع عام، الكلام ده ما عام، نحن هسه يوم نتكلم كلام عام. لما نيجي طالب هنا دي نحن قعدتنا دي ما تفتكر بنعاين له ساي، بنعاين له بنعرف الزول ده، ما بنعلم الغيب لكن من خلال تجاربنا بنعرف الزول ده زول داير حق ولا داير باطل، الزول ده عنده حزب معين وعنده مرحلة معينة دار يمشي فيها أشياء معينة للطلبة، ولا زول ده ذاته فاهمه شنو، بنحدده ذاته بعد ذاك بنجاوبه بقدر شنو، بقدر يعني ما يستحق. طيب أما مسألة الأحزاب والطوائف، وقبل ما أخش فيها أنت إذا هذه المشكلة الأسلوب، نحن الآن الأسلوب وريناه بينا أسلوبنا للناس بيختلف، أي زول بندي حقه الدائره والمناسب له. طيب الآن إذا هذه المشكلة الأسلوب، ابقى باقي الدعوة ما فيها مشكلة، يعني التوحيد أخونا ده ما عنده فيه شنو مشكلة، اللحية ما عنده فيها مشكلة، لأن الرسول قال كذي حفوا الشوارب واعفوا اللحى، ده في البخاري ومسلم ما حق طوائف. التقصير ما عنده فيه مشكلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذي في سنن أبي داود، قال فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإحنا دايرين تاني أخونا ده متى ما تشوفه بيتكلم في الدين ما يمرق من المسائل دي، تكلم في التوحيد في الدين، يعني في الدين ما بنقول لك هنا ممكن تتكلم في الباسطة في اللبن ما أفضل بيسألك، لكن لو خشيت في الدين ده، في الدين ده دعوتنا دي انت ما عندك فيها خلاف، صح ولا ما صح؟ ما الخلاف الأسلوب. فيبقى تاني لو جاء يوم من الأيام قال والله يا أخي مسألة الحجاب دي فيها كذا، بيكون كلامه مع هذا شنو يتناقض، وإلا هو مشكلته الآن قال لك أنا ما عندي أي مشكلة في الدعوة دي إلا الأسلوب. دي نقطة. النقطة الثانية مسألة الأحزاب والطوائف، نحن نناقش الأحزاب والطوائف لوجهين. الوجه الأول إنه الدين ده جماعة ما كثير أصلا، الدين ده كله دار تعرف دين الإسلام ده كله قائم عليه أمرين بس، كل الدين الأمر الأول أن لا يعبد إلا الله، وحد الله تعالى. الأمر الثاني أن لا تعبد الله إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، بالشجة به والرسول عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى في القرآن وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ولقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخره. طيب ده الوجه الأول، الدين ده أنا زول قلت لي أخ وحد الله، الله عظيم والله كريم والله رحمن رحيم، أدعو الله سبحانه وتعالى، خلاص أديته المسألة. طيب بعد ذاك أنا بجي بحذره، ده الوجه الثاني، إنه في دعاة باطل منتشرين الآن، ودعاة الباطل ودعوة الباطل وأهل الباطل أكثر من أهل الحق، لأنه الزول ده أنا لازم أحصنه، زي الدكتور بيقول لك يا أخ هاك ده الدواء، بيقول لك بس ده الدواء ومش، ولا بيقول لك أسمع سكر ما تكتر منه، والملح كذا في اليوم تاكل كذا، وأشيل فلاني ده بعيد منه، وإنت عندك المرض الفلاني الدهن ما تقرب منه، مش بيحذرك ولا بس بيديك الدواء يقول لك أبقى مارق، أنت شربت الدواء وبجاي سويت ضده، الدواء بينتفع بتنتفع منه ما بتنتفع. زول إذا بتقول له وحد الله قال لك خلاص بسأل الله، زي ما أنت قلت الدعاء الآن، مشى بجاي لقاه واحد صوفي قال له زول تنادي الشيوخ ديل ما في أي مشكلة، نادي ونساي في كربك أنده بتغيثك جنده، والله ما في أي شيء، في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، والله قوماك يا علي للقدر علي مربي، هو بقول لك قوماك وأنا أخليك تقوم معه، قوماك يا علي للقدر علي مربي القوم شيخنا الجعلي، الخلف الأربعة أثنوا علي صديق وعمر عثمان وعلي، انت رأيك شنو في الكلام؟ الجعلي قال الخلف الأربعة أثنوا عليه، الخلف الأربعة لاقوا الجعلي لاقوين، كلام ده لو حق دي مشكلة، يبقى المشكلة ما الأسلوب، ولو باطل نحن الشر شنو في إنه نقول الكلام ده باطل للناس. أحزاب الآن منتشرة ونشرت الباطل. الحاجة الثانية الأمر الثاني، الله في القرآن لما بلغ التوحيد أو بيّن التوحيد أول شيء حذر من الشرك،
أول شيء قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر، قبل ما يقول لك تؤمن بالله قال لك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أي تقبل لفظة العروة الوثقى ذكرتها وهي لا إله إلا الله أصلا. قبل لا إله إلا الله دي معناه شنو؟ معناه لا معبود بحق إلا الله تعالى. في دعاة للشرك والله قال لك فمن يكفر بالطاغوت، تكفر بالطاغوت أول شيء وتؤمن بالله، بعد ذاك تؤمن بالله سبحانه وتعالى. لكن انت تقول انا مؤمن بالله ومعلق حجابك، كيف الشغلة دي؟ انا مؤمن بالله وتروح منك شيء تمشي للفكيه، انا مؤمن بالله تعالى وبتعتقد انه الشيخ ما يده فوق السماوات تد. العقائد دي ما منتشرة بين الناس. وانا اديك مثال واحد الان من الامثلة، ده كتاب اسم الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، ده غير باقي الطوائف. طوائف دي جتنا احنا عندنا منحرفة، ده أنا حذر الشباب لأنه الله حذر قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ما خلاه ساي، قال ولا تتبعوا السبل. شكي احنا بنحذر نقول الطائفة الفلانية احذروها لأنه الله قال ولا تتبعوا السبل، وده من الدين، دي ما غيبة ولا نميمة ولا بهتان، ده من الدين. احنا خايفين على الطلبة وخايفين على المسلمين. طيب ده كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، جمع وترتيب العارف القطب الرباني، وذكر كلام الكتاب ده هنا نازبه لمحي الدين عبد القادر الجيلاني، وأصلا المصنف بتاعه والجامع له إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، وبيتكلم عن شيخه عبد القادر الجيلاني. قال شنو؟ كلام غريب والله الذي لا إله غيره. انت شوف الكلام ده نحن نخلصها، ده ما منكر، انت ما قلت تبينوا للناس الدين فهمون، خلاص يا جماعة الدين ده وحدوا الله، إن عترتوا نادوا الله وإن مرضتوا ألجوا إلى الله تعالى. سووا السبب يمشوا الدكتور، لكن ما تمشوا للفكي بتاع البخرات والمحايات بتاع الحطب بتاع القش، ما تعلقوا حجاب، خلاص ده الدين كمثال يعني. أهاب عداك في منكرات، الرسول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، نحن بيدنا دي ما قادرين نغير، ما قادرين، مش ضعف مننا، لأن الشريعة أمرت ناس معينين يغيروا اللي هو الحكام أو الحاكم، يغير بيده، كسر الجباب، يعمل كذا وكذا وكذا من شأنه. أما نحن في النهاية عندنا حد معين فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، أو فمن لم يستطع فبلسانه، دي نحن قادرين عليها. وإلا الحاكم لو ادانا تصديق الجباب دي بكرة بتلقاها قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والله هالفكي ذاته مرق من جوا منديه حاجة كذي مخش سريع بيبقى مارق، فهمت كلامي؟ لكن في النهاية الموضوع ده طويل، لكن في نهاية المطاف نحن بنغير، لأنه عمر بن الخطاب ما كان الزول اللي بيعمل منكر طوالي شنو بيضعنه جاب منكر كفري، لا لا، قل يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا شنو المنافق، صح ولا ما صح؟ طوالي بس عمر بن الخطاب يشوف ده جاب كفر، طوالي بيضرب رأسه ولا رقبته ولا، بقول له يا رسول الله دعني، دعني معناه في استئذان، معناه الحاكم اديك إذن، اداك إذن جيها الشغلة، قال لك الحفلة دي وقفها، هاي شيل الساون خدته بورا في الكعب، والفنان ده خدته بجنبه قول له السيب التي أحسن إلى الآن، ولا البسطونة قاعدة جرب بجنبه، والباقي كسر الدلوكة والحاجات وأبقى مارق، والله الذي لا إله غيره كسرها له وأبقى مارق. لكن الحاكم ما اداك إذن، شفت الحفلة زح منها بعيد بس، قول غاية نحن تراه بننكر بقلوبنا وبإنساننا بننكر، بنقول هذا منكر ومبين فيه. الآن الرسول قال لك صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلساني، فمن لم يستطع أو فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك شنو أضعف الإيمان. نحن تراه شفنا المنكر ده هسي ده منكر دارين نغيره بيدنا، ما قادرين الكتب دي نمسحها من الكون، بعد ده فاضل لنا بشنو بلساننا.
زول بيقول عن شيخه ديلا الصوفية قادرية، ده كتاب فيوضات الربانية، بيقول عن شيخه في الطبعة دي صفحة 42 43 44 في طبعة تانية، في طبعة تانية اللي هي مكتبة في شارع جوهر في مصر، قال الكلام ده صفحة 63 ل 65، ارجع له في الكتاب ده بيمدح في شيخه، ده الغلو، ده ضد الدين، لازم نبينه للناس عشان يحذروا التصوف كمثال يعني. قال في راعي من فوق السماوات كلها، الشيخ يده فوق السماوات سبعة، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، علم الله ده حرف حرف، قال أنا بعرف حرف حرف، والله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي، ولي نشأة في الحب من قبل آدم، وسري سرى في الكون من قبل نشأتي. صوفية طبعا بتاع أوهام، يقول لك نحن الشيخ ده عنده سر، السر ده دين ولا حاجة تانية؟ إن قال دين الصحابة عارفينه ولا ما عارفينه؟ إن قال هو عارف شي الصحابة ما عارفينه، ده ما ساطلة، ده باقي لك مجزول فاك منه. وإن قال الصحابة عارفين الشي ده اللي هو عارفه ده، شيء الصحابة جد عارفينه، ده بقى سر ولا انتشر؟ ده انتشر يا أغدال بتاعنا وهام زاي. قال وسري سرى في الكون من قبل نشأتي، وسري في العليا بنور محمد، فكنا بسر الله قبل النبوة، ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، بلاد الله دي. قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي، وقالوا فأنت القطب، قلت مشاهدا، وأتلو كتاب الله في كل ساعتي، وناظر ما في اللوح، بك الشيخ من هنا شايف في اللوح المحفوظ، قال وناظر ما في اللوح من كل آية، وما قد رأيت من شهود بمقلتي. أنت الكلام ده ذيل بخاطبون بأسلوب طيب بس ولا ذيل خاطبون كيف؟ كذا زول بيقول لك أنا الله، بعدين بيوريك لها في النهاية، يقول لك أنا الله، ويقول لك أنا يددي فوق السماوات، ده جاء أقول له بالراحة يعني ولا ده أقول له كيف يعني؟ يقول له السلام عليكم يا قدوري، أنت ما الله بالراحة كذا يا قدوري كذا أشرب العصير ده، أنت ما الله، أقول لك كذي ولا ده أردمه عشان أقعده في مقعده؟ زول بيقول أنا الله، الله الخلق الكون، إذا أنا باقي لك هاي لأن تيم دي بس. طيب قال فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا، ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة، وقالوا يا هذا تركت صلاتك، قال أبونا الشيخ أنت بتصلي معانا ليه؟ ولم يعلموا أني أصلي بمكة، خطوة في بلد وخطوة شنو في مكة، ده باقي لك أنا يعني ده موضوع ما طويل. طيب قال ولا جامع، ولا جامع إلا ولي فيه منبر، أي جامع عندي فيهم؟ صوفية ده اللي بيكذب وكذب شفته من غير حساب ذاته، فرعون ده تراه اتلفت كذي بيجاي بيجاي لقى رتبة فوق له وماف، قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، هذه ما كذبة كبيرة وكفر كبير دل، وما معروف فرعون شاور فيها هامان ولا كذا، هامان هذه أفكها يقبلوها ولا ما يقبلوها؟ يقبلوها فكها طوالي، بعد شوية هامان الأولاد ديلا كتلون كتلون، هاي مشت شغلت مشت، ديلا بشاوروا هامان لا بيبسمان بيجيبوها كذي بس طوالي، رب والله الذي لا إله غيره، وهامان مجرم وفرعون مجرم كلهم. طيب قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، أي عالم ده في النهاية علمته أنا ولا شال علمي أنا؟ قال ولا سالك إلا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي، مريدي لك البشرى تكون على الوفا، وداري جرك يا أخونا الزول، داري جر الجماعة أنا أخليهم
بيقول له يا مريدي تعال امسك فينا، وانا بقول له وحد الله، خلي بس وحد الله، ولا اقول له ده بتاع مريدي ده اخذ دربه. قال مريدي لك البشرى تكون على الوفا اذا كنت في هم اغيثك بهمتي، ما شفت بينادوه. قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، بحميك هنا ويوم القيامة. والله قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. قال أنا كنت في العليا بنور محمد. شوف الكذب ده ناشرينه في السوق يا جماعة، ده باطل منتشر، ناس مسلمين بيقروه، نخليهم ساي ولا نحذرهم؟ قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي، وأنا كنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي. تف قال في عيون يعقوب عليه السلام، داس عنده أسلوب شيخ زول عنده أسلوب، تف في عيون نبي. طيب قال أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي. زول ودى الفردوس تاني بيجي في السخانة دي، شوفوا لكم مناديل. بعدين قال شنو؟ أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي. والله قال عصات موسى ذات جرى من عصاتي أنا. قال أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي، أنا كنت مع عيسى وفي الماضي ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي أو نعمتي، كاتبة هنا. قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا. قال لهم أنا الواحد، وبعد قال لهم وما قلت هذا القول فخرا، يا ذا افتخر يقول شنو أكثر من كده، وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي. عرفتوا حقيقته يا جماعة؟ كذاب أشر مجرم وبلاوي ثقيلة جدا. فدين نحن بنردمن، لكن السيزول نلاقي ساي من عامة الناس أو عنده كذا بعض الأشياء ودار الحق، والله أنا طائب وندي بأحسن أسلوب. كيف يا أخونا؟ إن شاء الله كويس، والله يحفظك، والموضوع ده خايفين عليك من عذاب الله وكذا وكذا وكذا، وذا الموضوع. أي فرصة للحوار والنقاش إن شاء الله، فرصة مفتوحة يا جماعة للحوار والنقاش. فهؤلاء الناس نحن نرد عليهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ذاته في نهاية المطاف في ناس بعاملون، في ناس الخطاب لهم باللين، وفي ناس الخطاب لهم بالشدة. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا يعني ممقوتا مهلوكا، كما في تفسير السعدي رحمه الله تعالى.